السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. المساء اليمني يواصل فتح ملف حصاد العام 2017، واليوم نفتح ملف الحصاد الاقتصادي ل 2017 في اليمن. مثل العام 2017 عام الانهيار الاقتصادي والجوع بالنسبة لليمنيين، وكان أسوأ عام مر عليهم منذ عقود طويلة. فلم يسبق أن وصل سعر صرف الدولار إلى قرابة 500 ريال، ولم يسبق أن ظل موظفو الدولة عاما كاملا بلا رواتب، ولم يسبق أن تنتشر السوق السوداء بهذا الكم برعاية غير كريمة من ميليشيا الحوثي. خلال أيام أثرى هذا العام مجموعة من قيادات الميليشيا بصورة غير معقولة، وطوحن كل موظف أو عامل وجد نفسه بلا دخل أو بلا عمل. الحكومة من جهتها أصدرت قرار التعويم، ثم عامت في نوم عميق، نقلت البنك المركزي إلى عدن وعينت محافظا له لم يداوم في مقر عمله سوى أيام معدودة بحسب مراقبين اقتصاديين. رئيس الحكومة يتحمس ويصدر التصريحات والتعهدات بخصوص الرواتب والتنمية والإيرادات ووصول نقدية جديدة وغيرها من التعهدات، ثم تتبخر كل هذه الوعود ولا تبقى سوى حقيقة واحدة: الجوع الذي ينهش المواطن اليمني. أعزائنا المشاهدين، حول الحصاد الاقتصادي للعام 2017 في مناطق سيطرة الانقلابيين وأيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والحلول العاجلة التي بالإمكان اتخاذها لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني سوف تكون حلقتنا لهذا المساء. وقبل أن نرحب بضيوفنا لهذه الحلقة، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يطول أمد الحرب وتزداد تداعياتها، غير أن الوضع الاقتصادي هو المتضرر الأكبر منها. 2017 كان الشاهد الأبرز على انهيار الاقتصاد اليمني، ففيه تعاظمت جرائم الميليشيا في النهب المنظم لثروات اليمنيين بعد استنفاذ خزينة الدولة ونهب الاحتياطي النقدي إبان الانقلاب. تهاوى فيه الريال اليمني مسجلا انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، تجاوز فيها سعر الدولار 450 ريال، وفيه عجزت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب الموظفين لمعظم أشهر العام ومعظم محافظات اليمن. إنه حصاد الانهيار الاقتصادي للعام الثالث على الحرب، حرب كبدت الاقتصاد اليمني خسائر تجاوزت 58 مليار دولار بحسب تقديرات سابقة، كما فقدت قرابة 40% من الأسر اليمنية مصدر دخلها الرئيسي بعد توقف شبه كامل لمصادر الدخل والإنتاج المحلي، وتضاءل دخل الأسرة، مما زاد من معدل الفقر وانهيار العديد من القطاعات كصيد الأسماك والزراعة اللذين أفقدا أكثر من 50% من اليد العاملة فيهما مصادر دخلها. أما على مستوى الدولة، فقد تسبب توقف الصادرات النفطية بحرمان الدولة من 70% من ميزانيتها، ناهيك عن غياب مصادر دخل في قطاعات أخرى عن خارطة موارد الدولة كالصناعة والزراعة والسياحة. خلال العام كانت هناك محاولات متعددة في انتشال الوضع الاقتصادي، حيث أعلن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مطلع يناير من العام المنصرم عن انتهاء أزمة السيولة النقدية في البنك المركزي، مع وصول 200 مليار ريال إلى عدن من أصل 400 مليار طبعت في روسيا. وفي مطلع فبراير أعلن الرئيس هادي عن استعداد سعودي لوضع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وفي العاشر من شهر مايو عقد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن برئاسة السعودية وممثلين لأكثر من 50 دولة ومنظمة وصناديق ومؤسسات مالية لتقديم الدعم المالي واللوجستي لليمن في المرحلة المقبلة. وبالرغم من المبالغ الكبيرة المعلن عنها والجهود المحلية والدولية لانتشال الوضع الاقتصادي اليمني، لا يزال البلد يشهد أسوأ مجاعة في تاريخه، خصوصا مع استمرار سيطرة الميليشيا على العديد من موارد الدولة كميناء الحديدة والمصانع وإيرادات الضرائب والجمارك، ناهيك عن السوق السوداء التي فتحت الباب لإثراء طبقة واسعة من قيادات الحوثي على حساب قوت المواطن. غير أن اتهامات الفشل طالت الحكومة الشرعية في الملف الاقتصادي،
لكن يظل التساؤل عن وضع اليمنيين في 2018، وهل هناك ميزانية للحكومة فعلا كما أعلنت الشرعية؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الملف سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ محمد، تسمعني؟ أستاذ محمد الجماعي، أنت معنا عبر الأقمار الاصطناعي الآن على الهواء، تسمعني الآن؟ يبدو أن هناك إشكالية، الضيف لا يستطيع سماعي. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث هذا العام عن بداية هذا العام عن الملف الاقتصادي الذي مرت به اليمن عام 2017. الجميع يعلم أن الوضع الاقتصادي كان كارثيا منذ اندلاع الحرب، وربما ازداد سوءا في العام المنصرم. عام 2017 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على اليمنيين، شهد العديد من المنعطفات الاقتصادية، ولكن لم يشهد أي حلول فعلية أو جذرية لإعادة الوضع كما هو عليه. يعني بالتأكيد الجميع يعلم أنه تم نقل البنك المركزي إلى عدن، ولكن كان هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا النقل. هناك أيضا ارتفاع سعر الدولار وعدم ثباته، وربما تجاوزه إلى أرقام غير مسبوقة من قبل. أيضا قرار التعويم، وجود السوق السوداء أيضا في مناطق سيطرة الانقلابيين، والإسراء الذي حصل للعديد من قيادات الميليشيا، مع انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوياته، حيث شهد العام 2017 ربما أطول مدة زمنية للموظفين من عدم استلام رواتبهم. إذن يبدو أن ضيفنا عبر الأقمار الصناعية قد عاد إلينا. مساء الخير أستاذ محمد. اهلا يا مساء الانوار. اهلا بك وكل عام وانت بخير. انا كنت قبل ان يعني يعود تعود الينا او يعود اليك الصوت، بدات بالحديث عن بعض المحطات الاقتصاديه التي مر بها العام 2017، وكونك انت متخصص في هذا المجال، هل اطلعتنا نحن والساده المشاهدين على ابرز تلك المحطات؟ نعم، أولا كل عام وأنتم بخير واليمنيين جميعا بخير، وأتمنى لهذا الشعب رخاء وسلاما، وأن يعيش في العام القادم وضعا أفضل من العام الذي مضى ومن الأعوام التي قبله. يا رب. في هذه الشاشة معكم ومع غيركم ناقشنا المحطات الاقتصادية طيلة العام الماضي، وكانت الأحداث الاقتصادية ربما أبرز من الأحداث العسكرية، كونها شهدت تحركا كبيرا ربما إذا نظرنا إليه من جانب الكأس غير الممتلئ سنجد أنه فيه سلبيات وله مضاعفات، ولكن ما إذا يعني نظرنا من الجانب الممتلئ سنجد أن هناك حركة أثمرت هذا الحراك الذي جعلكم وجعل غيركم أيضا يتحدثون عن الجانب الاقتصادي، وفرض الاقتصاد نفسه على الساحة الإعلامية وعلى الوضع اليمني بشكل كبير جدا جدا. قد لا يكون الجوع وحده أو الفقر وحده أو الرواتب وحدها هي التي فرضت نفسها، لكن أيضا تحركات الحكومة في هذا الجانب وانعكاسات ذلك على الانقلابيين أدى يعني إلى هذا الحراك المتسارع في الاقتصاد. ونحن إذا نظرنا إلى الأمور الاقتصادية على أنها تسير بشكل عفوي فنحن ربما مخطئون، لا توجد حركة تقوم بها الحكومة إلا ويقابلها تقابلها ردة فعل من قبل الانقلابيين، لا يوجد تحرك حكومي إلا وله مثيل في الطرف الآخر، وربما لو أنصفنا سنجد أن يعني الطرفين اتفقا في مواضع كثيرة واختلفا في مواضع أكثر. مسؤولية العملة وتدهورها تحملها الطرفان، وكل طرف قام بإجرائه الذي يستطيع عليه. قد ربما الحكومة التي تحكم الآن في صنعاء وهي في الظاهر لا تدري ما الذي يحاك في الكواليس من قبل الحكام الحقيقيين والمشرفين الذين يوجدون على رأس كل وزارة وكل مؤسسة حكومية. سنجد أنها تحاول أن تبذل ما تستطيع كحكومة هي في الواجهة أمام الناس، ومطلوب منها
أن تقوم بواجبها تجاه الصرافين وتجاه البنوك المحلية. نعم. لكن وبما أننا نريد أن نتحدث عن عام كامل، سنجد أن عام 2017 بالنسبة للاقتصاد أفضل من عام 2016 وأفضل من عام 2015، ويعني تمركزت وتموضعت فيه الحكومة الشرعية بصورة أفضل مما كانت عليه في الأعوام الماضية. ولو يعني تطرقنا إلى مواضيع مثل هذه التي قلنا أننا سننظر إليها من الجانب الكأس الممتلئ، سنجد أن 2016 الحكومة كانت موجودة في عدن ومحصورة فيه، لا تستطيع أن تتحرك وفقاً لأجندتها الوطنية، وإنما وفقاً لموازنتها المحدودة جداً وسيطرتها المالية لنقل على بقية المحافظات. يعني في عام 2016 مركزي ما يعني حضرموت كان مغلقاً، أو على يعني على وجه الدقة كانت حركته محدودة، ربما في موضوع الرواتب. في 2016 رفد بخمسة مليارات، أو 2017 عفوا رفد بخمسة مليارات ريال. مركز تعز كان مغلقا، أصبح الآن مفتوحا وفيه ورفد بمليارات كثيرة. كانت تعز لا يعني لا يستلم موظفوها الرواتب، أصبحوا استلموا الحد الأدنى لنقل شهر أو شهرين. وكانت موارد محافظة تعز أيضا بيد المكونات والتشكيلات العسكرية لنقل تذهب الموارد إليها، الآن أصبح معها وعاء واحد هو البنك المركزي اليمني، وأصبحت وزارة المالية هي الصوت أو مكتب المالية في تعز هو الصوت الأعلى في محافظة تعز. هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا المجال، ولسنا هنا بصدد التحدث نيابة عن الحكومة، فلها وسائلها ولها يعني طرقها في توصيل المعلومة إلى الناس، لكن ينبغي أيضا ونحن نحلل عاما كاملا أن نلحظ التقدم الكبير الذي خطته الحكومة في هذا الطريق، وخاصة في الملف الاقتصادي. نعم نعم أستاذ محمد، يعني ربما الجميع يعلم أن الحكومة عام 2017 لم تعمل يعني وفق ميزانية محددة، يعني عملت بطريقة عشوائية، برأيك كيف أثر ذلك على أدائها الاقتصادي؟ نعم، أنا استمعت في أول التقرير الذي في بداية الحلقة وهو يتحدث عن انهيار اقتصادي، والانهيار لا يكون إلا إذا سبقه دولة قائمة واقتصاد قائم وموازنة محددة ومؤشرات واضحة. لكن البلاد تعيش حالة حرب، والموارد منقسمة ومتشظية بأيدي فئات ومنها الحكومة، وليست الطرف الوحيد الذي نعم. يجني الإيرادات. لكن أستاذ محمد اسمح لي، الشعب اليمني لم تعد الأموال تدور بيديه. نعم، إن لم يكن انهيارا اقتصاديا يعني فما توصيفك له؟ عام كامل لم يستلم المرتبون الموظفون مرتباتهم. توصيفي أنا توصيفي وصل الدولار إلى توصيفي يعني لما يجري هو عودة أعلى عودة مستويات جديدة أمام الريال. نعم، الانهيار حدث في عام 2014 عقب الانقلاب مباشرة، عندما انسدت جميع الأبواب وأصبح الريال في 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 تدني متواصل، وأصبحت الحكومة في صنعاء والبنك المركزي لا ننسى أنه أعلن فشله في شهر 7/2015، وأعلن أنه لا يستطيع أن يغطي اعتمادات الواردات إلا القمح والأرز، وبعد ذلك والسكر والأرز، وبعد ذلك أعلن فشله في أن يستوعب واردات الأرز والسكر، وهذا كان فشل واضح وانهيار كامل. نقل البنك المركزي في عدن لم يكن سوى لإنقاذ ما تبقى من سمعة اليمن فقط أمام المجتمع الدولي، وما يزال حتى الآن المجتمع الدولي ينظر إلى هذا الوضع على أنه وضع غير صحيح، والحكومة تعاني منه حتى الآن. إذن الانهيار بدأ قبل 3 سنوات أو 2.5 سنين، والآن هي عودة جديدة، بنك من جديد يتأسس، بنك مركزي جديد يتأسس، احتياطي نقدي يؤسس من الصفر، وإن كان ما يزال حتى الآن تحت الصفر لكنه أيضا مختطف، والحكومة تحاول أن تعزز هذا الوضع إلى الآن. نعم، إذن أنا توصيفي الشخصي المتواضع يعني جدا لهذا الموضوع على أنه هو الآن عودة. نعم، عودة عام 2000. هل يمكن أن يعني نترك ذلك الأمر ونبرر بهذا الشكل؟ يعني عام كامل
لم تستطع الحكومة أن يعني بعد نقل البنك المركزي أن يعني توفر على الأقل يعني جميع البيانات التي تحتاجها حتى الآن، يعني لم تستطع هناك، لكن يعني بالمقابل هناك الكثير من الوعود بأن سيتم صرف الرواتب، تم صرف الرواتب، لدينا يعني نقدية جديدة قادمة، ولكن في حقيقة الأمر يعني ما يحدث من حديث لا يطبق على أرض الواقع. ضعي نفسك الآن مكاني وقولي لي ماذا لو كنت رئيس الحكومة أحمد عبيد بن داغر أو محافظ البنك المركزي أو حتى المشير عبد ربه منصور هادي، عندما تحصلين على وعود من الخارج وعندما يعني هذه الوعود لا تأتي في موعدها المحدد، نعم، وعندما أيضا نستطيع أنا نقول أنا أضع تجاوزتي نفسي كل نعم أنا لا أضع نفسي في موقف رئيس الحكومة، أنا أضع نفسي في موقف شخص لم يستلم راتبه منذ 10 أشهر. أستاذ محمد، يعني في نهاية الأمر على الأقل يعني أنا من وجهة نظري كان يفترض أن الحكومة هي قادرة على الضغط على الأقل على دول التحالف برفض ميزانية تستطيع من خلالها تشغيل يعني البنك والاستفادة أيضا من الإيرادات، التخفيف من الفساد الحاصل والفجوة الكبيرة في الصرفيات التي تحدث. هناك العديد من النقاط سأعود إليك لمناقشتها أستاذ محمد، ولكن بعد أن ينضم معنا دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي من عدن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور محمد. إذا ما بدأنا بقراءة حصاد عام 2017، عام مضى بمراجعات مختلفة منكم نودها يعني أبرز التحولات في المشهد الاقتصادي من وجهة نظرك. طبعا نحن لا نمتلك البيانات الكافية، نعم، بسبب توقف إصدار البيانات من البنك المركزي وكذلك من الجهاز المركزي للإحصاء، ولكن هناك إيجابيات وهناك سلبيات. طبعا من الأفضل اليوم باعتباره يعني بداية السنة سنبدأ بالإيجابيات، وأفضل إيجابية وأقول الإيجابية الأكبر التي كسبها الاقتصاد هي انخفاض الدين الداخلي العام من 26 مليار دولار الى 12 مليار و4 من عشرة، يعني انخفاض الدين الداخلي العام كان بشكل عام هو 5 تريليون و700 مليار، لكن قيمته بالدولار كانت 26 مليار، الان انخفضت الى 12 مليار و4 من عشرة، اي ان اليمن قد وصلت الى الحدود الامنه المتمثله بنسبه 40%، يعني النسبه الان وصلت الى 39% في اليمن، والنسبة الآمنة 40%، وكانت في السابق في مستويات عالية جدا. هذه تعتبر أفضل يعني إيجابية. الإيجابية الثانية هي استمرار حالة التفاؤل في الاقتصاد، خاصة في المناطق المحررة، مثلا في معرض هناك انتعاش اقتصادي وبناء ونهضة عمرانية كبيرة، أيضا في عدن النهضة العمرانية مستمرة. طبعا هذا يعود إلى المغتربين اليمنيين الذين كانوا هم الضمانة للاستمرار الوضع الاقتصادي، ولولاهم لحصلت او لحلت المجاعه منذ عامين او منذ 1000 يوم تقريبا على اليمن. ايضا من ضمن الايجابيات حل مشكله رواتب القطاع المدني في المناطق المحرره، وايضا حل مشكله الرواتب للقطاع العسكري في المناطق لجزء من القطاع العسكري في المناطق المحرره. ومن ضمن الايجابيات موافقه البنك الدولي على اعاده ضخ المساعدات والقروض في اليمن، والتوقيع على بدء تنفيذ 6 مشاريع بمبلغ 960 مليون دولار. هذا ايجابي لانه عاده البنك الدولي لا يصرف اي اموال لاي دوله فيها حروب، لكن استثناء حظيت اليمن بهذه الميزه وهي حصولها على 6 مشاريع بمبلغ 960 مليون دولار. ثم الايجابيه ايضا الثالثه هي تحرير اسعار المشتقات النفطيه وانخفاض الدعم الى نسبه ضئيله، وانحصار الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء والمياه فقط، وهذه تعتبر ايجابيه. صحيح انها اثرت على المواطن، ولكن يجب ان ننظر الى الكاس، الى الجزء المملوء من الكاس. ايضا من ضمن الايجابيات هي الحصول على وعود بضخ 2 مليار دولار دعم البنك المركزي، والتكفل بتوفير المشتقات النفطيه لقطاعي الكهرباء والمياه
خلال عام 2018. هذه الايجابيات التي يمكن ان نرصدها او التي يمكن ان او حصدناها في العام الماضي. اما طبعا السلبيات فهي كثيره ونحن في حاله حرب، ولكن اليمن لم تصل حتى الى مستوى مصر من التدهور الاقتصادي، وما حصل في اليمن هو التدهور الاقتصادي حتى الان وليس انهيار اقتصادي، لانه مصر برغم عدم وجود حرب لكن التدهور حصل في مصر اكثر. ما هي ابرز هذه السلبيات استاذ الدكتور محمد؟ ابرز هذه السلبيات؟ طبعا ابرز السلبيات اولا هي تدهور سعر العمله يعني الى 460 ريال للدولار، وهذا اثر على ادى الى تضخم في وارتفاع في الاسعار باكثر من 55%. طبعا والاكثر سلبيه هو الدمار الناتج عن الحرب الذي وصلت تقديراته من قبل البنك الدولي الى 88 مليار دولار، يعني هذا الدمار هو الاكبر سلبيه، والثاني هو تدهور يعني المستوى سعر المعيشه، والثالث هو انخفاض النتائج الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى الثلث تقريبا. وايضا السلبيه الاكبر انا بعتبرها مواجهه المغتربين لصعوبات شديده ورسوم سوف تحد من قدرتهم على التحويل الى ذويهم. اما يعني الامور الاخرى الناتجه عن الحرب وهي توقف السياحه، توقف او انخفاض تصدير النفط وتوقف تصدير الغاز وغيرها من الذي قد تم تكراره في اللقاءات السابقه ومن قبل عديدين. لكن اليوم قلنا نحن سنتحدث عن الجوانب الايجابيه. ومن اكبر الجوانب الايجابيه هو ان احنا سددنا الدين العام من 26 مليار دولار الى 12 مليار و4 من عشرة، وعدنا الى الحدود الامنه. وطبعا اللي دفع هذا الثمن هو الشعب بشيء طبيعي، لكن هذا السداد كان من الصعب ان يتم في ظروف عاديه بعد وجود حرب، وبالتالي هذه ايجابيه من الايجابيات طبعا يعني مع عدم يعني اغفال السلبيات الكبيره. نعم، اذا قبل اشهر كان هناك حديث عن وديعه سعوديه دكتور محمد، ما مصيرها والى اي مدى يمكن ان تسهم في حلحله الازمه الاقتصاديه؟ هناك وعد يعني تم الاعلان عنه من قبل رئيس الجمهوريه، وهذا الوعد تم بشكل قطعي، وهو 2 مليار لصالح البنك المركزي كنوع من انواع الاحتياطي، وكذلك يعني توفير المشتقات النفطيه للكهرباء والمياه. وهذا الوعد اعتقد انه سوف ينفذ في عام 2018، لكن يجب ان نلاحظ انه هناك يعني توقف لاعاده الاعمار وللتعافي، برنامج التعافي، لانه اذا تم البدء باعاده الاعمار والتعافي فان هذا سوف يساعد الانقلابيون على اطاله الحرب، وبالتالي التاجيل في التعافي وفي الدعم هو يعني ايضا يخدم المعركه، وان شاء الله سوف تحسم قريبا ونصل الى حل سياسي مناسب، وعندها سوف تنطلق برنامج التعافي، وهناك برنامج متكامل تحدثنا عنه مرارا في كثير من القنوات، وكذلك هناك برنامج لاعاده الاعمار يكلف في حدود 16 مليار دولار، لكن هذه البرامج بكل تاكيد لن تتم الان ما دام الحرب مستمره، لانه اذا دخلت برامج لا نزال نحن في اليمن اقتصاد واحد، وبالتالي هذا سوف يكون دعم للحوثي لاستمرار. نعم. طيب يعني ما هي اسباب تدهور العمله برايك وكيف يمكن تجاوزها في عام 2018؟ تدهور العمله يعني هي واضحه، السبب الاساسي طبعا هي الحرب، وهو ال هو اولا الانقلاب طبعا قبل الحرب، ثم جاء الحرب بعد ذلك. والسبب المباشر للتدهور في سعر العمله هو وجود دين عام ضخم، كان الدين العام 5 تريليون او لا يزال الدين العام 5 تريليون و700 مليار، كانت قيمته 26 مليار دولار بما يمثل 78% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه حدود عاليه، يعني كان يعتبر شبيه نقدر نقول كوليسترول او شيء خطر جدا. هذا الدين المتراكم الضخم نتيجه للحرب ونتيجه للظروف التي حصلت تم الان سداده من خلال دفعه الناس كلها
كل واحد دفع، وبالذات طبعا اللي دفعوا اكثرهم الذي كانت لديهم ودائع يعني في البنوك التي ايضا تضررت بشكل كبير جدا، والجهاز المصرفي دفع ثمن هناك اكثر من 2 تريليون ودائع تم سحبها، وهي التي خلقت المشكله في السيوله، انه الناس انتقلوا من نوع من انواع السيوله التي كانت موجوده في البنوك، والان يطلبوا نوع اخر، نوع جديد من السيوله اللي هي السيوله النقديه المباشره. هذا المشكله الاقتصاديه هي التي ادت الى هذا التدهور. طبعا نحن الان وصلنا الى الحدود الامنه، لكن هناك مشكله لا تزال موجوده، وهي الشيكات بدون رصيد التي تصدر الان ولا تزال تصدر من حكومه بن حبتور. هذه الشيكات بدون رصيد لا تزال هي مصدر من مصادر التصرف، ولا تزال هي مصدر من مصادر المشكلات التي يمكن ان تؤدي الى تدهور في هذا الامر. نعم أستاذ دكتور محمد، يعني أعلنت الحكومة أكثر من مرة بأن عام 2018 ستكون هناك لديها موازنة خاصة، كيف يمكن أن تؤثر الموازنة الخاصة للحكومة بتغيير الوضع الاقتصادي مثلا؟ هل يمكن أن تسلم الرواتب للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟ يعني يجب أن تعرفوا أن هناك مشكلة حقيقية، إذا تم يعني دفع الرواتب للموظفين الموجودين في المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين، معنى هذا اننا نعطي للحوثي ايرادات المناطق كلها، يعني الايرادات نعطيها للحوثي، وبالتالي اطاله الحرب. يعني هذه نقطه يجب ان تعرف، انه لا يمكن دفع مرتبات لمحافظه اذا لم تورد هي اموال الى البنك المركزي، هذا شيء طبيعي، لانه الدفع في هذه الحاله هو نوع من انواع الدعم للحوثي اوتوماتيكيا. ما دخل المواطن في هذا الصراع دكتور محمد؟ يعني في البدايه تم اعلان انه سيتم تسليم الموظفين جميعا دون اي خلل، يعني باي موظف سواء في المناطق المحرره او غير المحرره. المواطن يجب على المواطن ان يطلب راتبه من الجهه التي يشتغل لديها، يعني من غير الطبيعي وزاره الماليه مثلا التي تشتغل مع الحوثي ان تطلب يعني رواتبها من الشرعيه، يعني كلام غير منطقي وغير صحيح، لانه الحديث الان الموظف يجب ان يضغط على الجهه التي يشتغل لديها، كل انسان يشتغل في جهه معينه هي المفروض ان تدفع له الراتب، لكن انه نقول الحوثي خليه يعني يستولي على الايرادات و ندفع لهم من مكان، هذا كلام يعني غير منطقي وغير صحيح، وسيؤدي الى ارتفاعات شديده جدا في الاسعار، سيؤدي الى تدهور شديد في العمله المحليه يدفع ثمنها الجميع. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وقبل ان نعود اليك استاذ محمد، انت والساده المشاهدين اسمحوا لنا بهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. نعيد بناء اليمن الجديد الذي يضم كل ابنائه. الان 9 أشهر ما في راتب. اجتاحت ميليشيا الحوثي عددا من قرى المديريه، هجرت ما يزيد عن 190 اسره. وباء الكره عاود الانتشار مره اخرى في مدينه تعز. يستمر الجيش الوطني ربما في موقف المتفرج والمترقب حتى اللحظه. سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع في مديريه نهم. هذا وقتل صالح على ايدي ميليشيا الحوثي بعد يومين من دعوته. باشرت الفرق الهندسيه التابعه للجيش الوطني نزع شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المواقع المحرره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، هناك آراء تقول أن نقل البنك المركزي لم يحقق الغاية المرجوة منه، وهذا ربما أدى إلى تدهور العملة الوطنية والحركة المالية أيضا، ما رأيك؟ طيب أصحاب هذا الرأي، يعني ما الذي كانوا يريدونه؟ أن يبقى البنك المركزي في يد الحوثي؟ يعني أنا يعني أجيب على السؤال بسؤال آخر، هل كان يجب أن يبقى البنك المركزي بيد الحوثي حتى يقال مثل هذا الكلام؟
ثم أن تدهور العملة ذكرها الدكتور محمد حلبوب، والشخص هذا الذي تحدث قبل قليل هو مسؤول مباشر عن اللجنة الاقتصاد وعن الحكومة، وهو أيضا خبير اقتصادي ودكتور. أستاذ محمد، يعني وهو تكلم بكلام واضح ومباشر جدا. صحيح، لكن الحديث لا يعني أن يعني حين أسألك سؤال ترد علي بسؤال. ليست الفكرة أن يبقى البنك في يد الحوثيين، الفكرة أنه كان هناك إجراءات، كان هناك يعني خطة يفترض أن تقام لنقل البنك المركزي حتى لا يصدم يعني الناس بما حدث. يعني مجرد أن نقل البنك المركزي لعدن ظن الناس أن واستبشروا خيرا بأن الأمور ستحلحل، ولكن فوجئوا بأن عام بدون أي قيمة تذكر لوجود البنك في عدن. وهذه طبعا هي مسؤوليتنا نحن كوسائل إعلام وكمهتمين بهذا الشأن الاقتصادي أن نوضح للرأي العام. نعم. وبقاء البنك بيد الحوثي كان واضحا جدا أنه يعني يسبب تآكلا للاحتياط النقدي ونهبا للأموال بصورة مباشرة وبالرقم، من رقم كذا إلى رقم كذا تنهب بصورة مباشرة من البنك المركزي. وكانت الحكومة لديها وعود مثل ما قال الدكتور، ولديها خطة كاملة بعد نقل البنك وربطه بالسويفت ثم بعد ذلك بشبكة الاتصالات والكابل البحري، وكل ذلك تأخر، والوعود أيضا لم تأتي في وقتها المناسب. الحكومة تعرضت لإحراج شديد جدا، تعرضت لضغط كبير من الداخل ومن الخارج. أنا أعتقد أن المواطن الذي كنت قبل قليل تقولين بأنك تنظرين بعينه هو أكثر من يقدر وضع الحكومة. مواطن حتى عندما يطالب الحكومة براتبه هو يريد منها أيضا وهو في مناطق سيطرة الانقلابيين نكاية بالحوثي ونكاية بهذا الانقلاب الذي لم يستطع أن يحقق لهم شيء، هو يريد أن تمد الحكومة يدها إلى هناك. وقبل قليل تحدث الدكتور حلبوب أن يعني وهذه ربما نسمعها لأول مرة من مسؤول حكومي، ربما الدكتور أحمد عبيد بن داغر وغيرهم من المسؤولين يتحدثون بمواربة في هذا الموضوع أنه لا توجد سيولة أو منتظرين للأموال ورواتب الموظفين لم يسمح لها بالوصول من ميناء عدن. لكن هذا مسؤول لأول مرة يقول من غير المنطقي أن نسلم الرواتب إلى هذه الجهات، معنى ذلك أن نسلم السيولة بالكامل للحوثيين ونحن في حالة حرب. هل من المعقول في حالة الحرب أن أبدأ بالقضايا الاعتيادية، القضايا البسيطة، وأخذ بها سيادة عبد الملك الحوثي وسيطرته على السلطة؟ إذن لما لا يتم الضغط أستاذ محمد، لما لا يتم الضغط على من قبل المجتمع الدولي؟ يعني الحكومة تضغط على المجتمع الدولي أن يتم الضغط على ميليشيا الحوثي أن تسلم الإيرادات أو تحيد على الأقل كما حدث في السابق حين كان البنك تحت إمرتهم، تم الضغط على الحكومة بأن يعني تحيد المالية، لما لا يتم الآن المعاملة بالعكس؟ أنا عبر هذا البرنامج وعبركم يعني أستطيع أن أقول بصريح العبارة أن المجتمع الدولي هو المتسبب الوحيد في هذه الأزمة. يعني الرئيس هادي قبل فترة قال بأن ميناء الحديدة يكفي لتغطية مرتبات المواطنين، هاتوا الإيرادات وأنا أسدد رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية والتي تحت يد الحوثي، أو تكفلوا برواتب الموظفين الذين تحت سيطرتكم وخذوا موارد ميناء الحديدة. كلام واضح. نعم. كلام يعني دولة تريد أن تحافظ على المواطن. نحن الآن أمام يعني عجز كبير جدا في مواجهة المجتمع الدولي. ما الذي يريده البنك الدولي؟ ما الذي تصنعه موانئ المناطق الجنوبية؟ هذا الكلام دعيني فقط. فضل. نعم. ما الذي تصنعه موانئ المناطق الجنوبية؟ عدن، بلحاف، في المخا أيضا، حضرموت، هذه كلها لما لا يتم استثمارها؟ نعم. الميناء الرئيسي وطيلة 33 عام لليمن كان هو ميناء الحديدة، وهو الآن الذي تضج البلاد من يعني الميناء مزدحم بالسفن والبواخر والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والتجارية. وحتى البيان الأخير للمملكة العربية السعودية والتحالف أننا يعني بعد التفتيش ستدخل كل السفن إلى ميناء الحديدة بما فيها السفن التجارية، يعني ليس وضعا إنسانيا ولا إغاثيا مثل ما تقول الأمم المتحدة، وإنما أيضا وضع تجاري. دعيني فقط يعني أعيد مناقشة نقطة ذكرها الدكتور كواحدة من إيجابيات 2017
وهي الحصول على وعود بموافقة البنك الدولي لبدء 6 مشاريع ب 160 مليون دولار. هذا الوعد منذ شهر يناير 2017، والبنك الدولي يقول بأنه سيدعم اليمن ب 160 مليون دولار. يعني حتى هذا الوعد الذي يظنه الجميع انفراجة في علاقة المؤسسة المالية اليمنية الرسمية بالمؤسسات المالية الدولية، هو مجرد وعد وكلام على يعني ورقة. سيسبق الآن الوعود السابقة. هل نتوقع أن هذا الوعد أيضا سيسبق الوعود السابقة؟ تم الوعد بأن السعودية يعني تدعم بوديعة في تقريبا شهر فبراير، تم الوعود بوضع هناك مؤتمر لإنقاذ اقتصاد اليمن، ولكن كل ذلك يعني أمام الإعلام وفي الحقيقة لا يصل شيء. هل هذا الوعد أيضا من البنك الدولي سيذهب أدراج الرياح؟ نحن الآن والحكومة في وضع أفضل، وتستطيع الحكومة بعد أن كانت الحكومة ربما لا تستطيع الضغط على أحد بسبب الوضع الذي تعيشه. حكومة في المنفى ولا يوجد لها تواجد على الأرض، يعني على صعيد العمل المدني وتسكين الوزارات. أليست هذه النقاط يعني أيضا تجعل أدائها ضعيف أستاذ محمد؟ يعني عدم وجودها فعليا على الأرض، لا تستطيع سحب البساط ولو جزئيا من ميناء الحديدة وإعطاء ثقة للعالم بأنها قادرة على تأمين الموانئ الأخرى وفرض سيطرتها عليها. تكلمت انا عن هذا في عام، يعني انه لم يكن موجودا، اما الان اصبح الان موجودا، ومعظم الوزارات موجوده في عدن وتمارس اعمالها في عدن ومأرب وحضرموت، والمكاتب يعني موجوده بشكل، يعني نستطيع ان نقول حتى ان اجهزه القضاء بدات في الاكتمال، وهذا مؤشر جيد لصالح العمل الاقتصادي والتجاري والحربي وغيره. لانه بدون اكتمال اجهزه القضاء تظل القضايا عالقة، ولا يستطيع أحد أن يضمن حقه في هذه البلاد ما لم يكن هناك قضاء موجود على الأقل، وهذا ربما الآن متحقق. والحكومة الآن موجودة كما قلت، اليوم في مأرب مثلا الآن أربعة محافظين، يعني في إقليم من محافظي إقليم تهامة، يعني يراقبون العمل العسكري والمدني، ولديهم مؤتمر صحفي في الأيام القادمة عن مشكلة الغاز وعن مشكلة الانتهاكات. وربما فقط يعني لو يعني كلفنا أنفسنا قليلا ونظرنا إلى ما الذي تفعله الحكومة لكنا في طريق واحد، في طريق التحرير. أنا مواطن يمني وأعيش في الداخل وأشعر بمعاناة المواطن مباشرة، وأشعر أيضا أنه يريد تحرير البلاد من الانقلاب قبل تسليم الراتب، والدليل على ذلك الذين هم الآن في الجبهات هم أرباب أسر ويعولون العشرات. ومنذ رغم أن القطاع المدني يستلم رواتبه، إلا أن القطاع العسكري هناك مشاكل كثيرة بسبب عدم اكتمال الكشوفات وتجهيزها وتصحيحها من قبل المختصين، والأعداد المتدفقة والإضافية والنازحين الآن من المؤتمر الشعبي العام وغيرهم، كل هذه مشاكل تعيق صرف رواتب القطاع العسكري. ومع ذلك يرابطون في الجبهات في البرد الشديد والجوع الشديد والفقر الشديد من أجل تحرير البلاد. إذن نعم لا يجب، وهذه ربما رسالتي في هذا البرنامج، أن نناقش الاقتصاد من زاوية المعدة فقط، والمعدة نعم لا يمكن أستاذ محمد يعني أنا لست هنا يعني كان العقل فقط لموضوع جدلي أستاذ محمد، أنا لا أجادل فقط لأثبت أن الحكومة فشلت أو لم تفشل، ولكن يعني نحن نناقش أداء 2017 بما هو حاصل، يعني بما هو موجود. يعني محافظ بنك لم يداوم سوى 3 أسابيع في عدن وتقول لي الحكومة مكتملة. يعني وزراء نحن نتابعهم أيضا ونعلم أنهم لا يستقرون استقرارا كاملا في عدن. يعني يا أختي يعني هو الجدل ليس هنا، الجدل في طرح الأسئلة التي تشير فقط إلى الجانب السلبي. طيب لماذا لا ننظر إلى محافظ البنك المركزي وإلى دوره في الخارج؟ أنا قلت قبل قليل وقال الدكتور وقال غيرنا أن البنك الدولي والصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية ما تزال تغلق حسابات اليمن في الخارج. يعني لماذا يأتي منصر القعيطي إلى عدن ليوقع كشوفات الحضور وانصراف للموظفين ويصرف رواتب كتلة البنك المركزي الموجودة في عدن أو في
السلطه المحليه في محافظه عدن. اذا كل موظف قال لما اداوم في مكان عملي استاذ محمد، هو ليس وزير الخارجيه في نهايه الامر، حتى يعني هذا محافظ البنك يا استاذ آسيا. محافظ البنك تمام، ما اختلفناش، بس يعني هل كل محافظي بنوك العالم يداومون خارج منظمه البنك؟ كل بنوك العالم ليس حساباتها مغلقه في الخارج، يعني هناك حصار دولي واجبه الان، واجبه كمحافظ بنك وليس كموظف عادي في الدولة، وهذا ليس تبريرا له، هو يستطيع ويستطيع ان يقول اكبر من هذا الكلام، لكن هذا ما نفهمه من خلال الكأس الممتلئ، الرجل في الخارج وحسابات اليمن مغلقة. اذا كان الرئيس هادي يكلف نفسه في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ان يمارس دور ايضا محافظ البنك ويساعده في هذا الموضوع، ويعود بوعد على الورق ايضا انه تم الافراج عن الحسابات اليمنية في البنك المركزي الفيدرالي. إذا في مثل هذه الأوضاع يصبح النقاش في موضوع الاقتصاد اليمني يجب أن يأخذ منظور آخر، مثل ما يأخذه المنظور العسكري، ويتسامح الكثير من الزملاء والإعلاميون والكتاب وغيرهم في الأداء القصور العسكري، يفترض أيضا أن ينظر إلى الاقتصاد كسلاح. وفي يعني في نهاية الأمر أستاذ محمد، يعني هذا ما نريده، يعني أن يكون، يعني أنا آمل أن أناقش بعد 3-4 أشهر وجود ميزانية فعلية لعام 2018 وأن تبدأ حركة الاقتصاد يعني الاستمرار، هذا ما نتمنى، يعني أنا أود أن أناقش الأشياء الإيجابية. إذن يعني دعنا نتوقف هنا عن أداء الحكومة في مناطقها التي تسيطر عليها، وننتقل إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وفي نهاية الأمر يعني نحن نتحدث عن ميليشيا ليست دولة حتى نقول أنه يجب عليها أن توفر كذا وكذا، ولكن أود أن أسألك يعني ما تأثير السوق السوداء التي ازدهرت أيما ازدهار في عهد الميليشيا على الاقتصاد في المناطق غير المحررة؟ نعم، هذا من الأسئلة التي يعني تستهويني في موضوع الاقتصاد، لأن فعلا يجب أن ينظر إلى الاقتصاد كسلاح في مواجهة الانقلاب والإعادة الشرعية. السوق السوداء هي يعني أكبر العوامل التي قسمت ظهر الاقتصاد في المناطق الغير المحررة، والتي جعلت الأموال تتدفق بيد الحوثي بشكل كبير جدا، حولت كل بضائع حتى الهبات التي تقوم بها الحكومة من باب خدمة المواطن، ك يعني الغاز المنزلي وحتى الكهرباء التي من المفترض ان تصل الى 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 يعني صنعاء وتسع محافظات اخرى، لم يسمح الحوثيون بوصولها الى المواطن لكي يشتغلون على صعيد السوق السوداء، او اعاده بيعها من جديد. يعني هناك نظام الكهرباء التجاريه. نعم. يعني نعم، أو هذا هو المقصود في هذا الموضوع، يعني الغاز الذي يصل إليهم بأسعار في مأرب تباع ب 1500 ريال، ونحن هنا شهود على هذا الموضوع ونراقب، وفي عدن ب 2500 ريال يباع في المحويت وفي تهامة وفي صنعاء وفي غيرها ب 5000 إلى أكثر. الكهرباء يعني لم يسمح للمهندسين أن يعيدوا شبكة الكهرباء وأبراج الكهرباء بين صنعاء ومأرب لكي تشتغل مولداتهم. حتى بالنسبة للمشتقات النفطية، وهي من مهام شركة النفط استيراد المشتقات ثم بيعها للمواطنين مدعومة أو محررة بحسب القرار الذي أصدروه، أصبحوا الآن يبيعون المشتقات النفطية في المحطات الرسمية بأسعار السوق السوداء، وبالتالي هذا مورد مهم وجديد. ما الذي أنتجه هذا المورد؟ أنتج أسر جديدة وصاعدون جدد في سوق المال، وأنتج أيضا بيوت مالية لا تفكر إلا كيف يعني يظل الوضع مثل ما هو عليه الآن حتى تطول أمد الحرب، ويستفيدون هم فقط من استيراد المشتقات النفطية وبيعها في الأسواق عبر هذه الأسواق. لكن هناك أيضا إشارة ذكرها الدكتور وهي مهمة جدا في موضوع المغتربين. هذا الموضوع ربما يساهم في حل نصف مشاكل البلد، بسبب أن المغترب يؤدي دوره على أكمل وجه في إعادة الأموال والعملة الصعبة إلى الداخل،
هناك 3 مليار و500 مليون دولار في عام 2016، ومثل هذا الرقم الآن في عام 2017. هذه أموال رسمية دخلت إلى اليمن، لم تستطع الحكومة الحصول على ثلث هذا المبلغ ولا ربع هذا المبلغ من الخارج، و150 دولار 150 مليون دولار من الأمم المتحدة. نعم. ما تزال وعود منذ عام كامل، والمغتربون يسددون 3 مليار و500 مليون. هذا البند الهام يعني الذي ربما يجب على الحكومة أن تتحرك من خلاله في دعم إخوتنا المغتربين في الخارج، لأنهم يستطيعون أن يمدوا يد المساعدة للداخل. نعم. ما يقابل ميزانية. نعم. ربما هم أيضا عامل مساعد للتخفيف من حالات الفقر التي يعني وصلت لكثير من الأسر بسبب انقطاع الرواتب. من هم في الخارج يعني ساندوا أهاليهم في الداخل. يؤسفني أن الوقت انتهى. أستاذ محمد الجماعي الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لك ولضيفي أيضا الذي كان معنا الدكتور محمد حلبوب كان معنا عبر الهاتف، ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.